Ce soir c'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Profite de ton anniversaire. صباح الخير، لاباس عليكم بنات؟ كي دايرين؟ مزيانين؟ شخباركم؟ كل شي مزيان؟ لاباس عليكم، هانين مهنين، اموركم 5 5، كل شي هو هذاك الحمد لله يا ربي. فاليوم كما كتشوفوا يلا خرجت من الدوش، صراحه ما ناش بكري، راه باين على عينيا وما فقتش بكري حتى هي. ودابا غادي فطرت قبيلات وخديت الدوش ديالي، وكيف ما كتشوفوا دابا غادي نخرج نجيب هذوك الحويجات اللي ناقصيني كيف قلت لكم، وداك الساعه نرجع للدار عاد نصايب شعري وعاد ندير الميكاب، وعاد داك الساعه نوريكم ايتاب ايتاب. وها نتوما معايا وما تشوفين، يلا نشوف هاد النهار كيفاش غادي يدوز. صراحه فرحانه. المهم كما شفتوا هاني رجعت لكم، صراحه خرجت كملت الشغل اللي كان ناقصني، ما لقيتش الصراحه اش صافي، عوضت حطيت بلاصتو مين نفخ، ها نتوما غادي تشوفوا. وصافي رجعت للدار، خديت هاد البوندوك، قولوا لي كي جاكم زوين، حمقني الصراحه ورخيص. وصافي جيت كيما شفتوا نشفت شعري وصايبت شعري هكا سامبل، ودرت ميك اب حيت الكسوة عندي فيها الغوز، فكان لو تيم الغوز وواحد شويه ديال الجولد كيما كتشوفوا. وصافي هادشي اللي كاين، دابا غادي نمشي نلبس الكسيوه ديالي، لا تخت وصلت وصافي. المهم ها نتوما غتشوفوا، شوفوا خديت هادي شحال زوينه. المهم ها نتوما الميك اب، قولوا لي كيف جاكم، وإلا بغيتو ندير لكم فيديو على الميك اب اللي درت قولوها لي، ندير لكم هذا الميك اب. واخا الصراحه انا عوال ندير لكم هذا الميك اب غزال 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 زوين، وتقدروا تمشيو به للحفله كيما كتعرفوا او عرس او كيما كتشوفوا. هذا راه ميك اب ديال انك تمشي للعرس، واخا انا في عرسي وما درتش هذا الشيء كامل. المهم ما تمشيو فين، بقاو معايا، نمشي نلبس الكسيوه ورجع لعندكم. وهاني وجات كيف ما كتشوفوا، وقديت ولبست الكسيوه، فهذه هي الكسيوه ديال اليوم اللي كنت خديت، كتجي هكا وديدتها واسعين وفيها هنايا هاد اللوينات والطريطه، انا نوريها لكم على الطوله.
هناك بدات بديت كنستف هذوك الشميعات صغيورين وبغيت نصايبهم زعما على شكل ديال القلب وعاد كنشعلهم هنايا وعيت ليوسف يشعل معايا حيت بزاف كما كتشوفوا غير علاش سكت لكم صوت حيت كتشوفوني كنهضر ولكن يوسف كان طالق الموسيقى وراكم عارفين باش كنحيد الكوبيرايت داكشي علاش حيد الصوت وخليكم مع موسيقى بغيت نقول لكم البنات غتسمعوني كنقول حبيبه دايتويو هذا واحد البلان بيني انا ويوسف كنموتوا عليه بالضحك كنوقعنا واحد الديكور بحال هكا المهم كنموتوا عليه بالضحك ما كنقولوش هابي بيرثداي تو يو كنقولوا حبيبه دايتويو حيت عرفتوا المهم واحد الديكور غزال المهم بلا ما تجيو تقولوا لي في لي كومونتير لا كتقولي هكا ولا هكا المهم للتوضيح فقط Je suis là.
انا ما نطق ما والو نقاتل بك ما بالك مالك مصلب مال ما تقول حبيبه ديتويا ما تقول والو انت يلا واحد جوج قول لا هذيك اللعيبه اللي كطرطق عرفتيها بيلا بيلا باش هادي تبان يلا خذ قلب قلبني 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 وصورني حتى هي امشي كيخاف كيحشم من الكاميرا يلا واحد بيلا حتى هذا باش تشوف شنو واحد جوج ثلاثة ايوا ما نجيب لك الجهد انا باش تطرطق هذيك سكوت يلا واحد جوج لا يوسف كيديروا لنا شي حاجه تسنى ماشي كيفتحوها لا كيفتحوها تسنى ما كيفتحوها شي ها هو ها ها هذا كيتفتح انت ها ها اللي قلت لك شتي هذا كيتفتح ولا ما كيتفتحش انا كتقطع يلا سير سير يلا هاك صافي انا بالحق اجي نتبادلوا البلايص ها نتسنى الكاميرا يا لا لا مشي فوجي يا اخي يا اخي اخي ليك خذ ليك ولا ولا لا هاي تسنى خذ ليك هاكا هاكا لهي يلا صافي يلا سير واحد جوج ايوا نور تشطب نورك نور تشطب يلا نور تشطب هادشي هادشي كيلصق شو كي وليت اخي يومين تشطب صافي تبارك تبارك شكرا شكرا كتشكر في الاذاعة هاك نور تشطب ويش تكمش لا اخي ولا شريتها باش نتكمش انا شريتها باش نشطب غادي نشطب ونجمع في البال ونبقى ندير ها 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 غادي نجي ونبقى ندير ها لا حول ولا قوة شوفي وين وصلت شوف كتلصق كتلصق سرقل كنت تلخص هذاك المرة في الدار تسومي وبقات لاصقة في السقف هادشي اللي كاين البنات كنتمنى تعجبكم البيسه ديال اليوم وكنتمنى يعجبكم حتى الكادو يعجبكم كاع الاوتفيت ديالي يعني وشنو كيفاش قديت وداكشي كنتمنى يعجبكم كنت كنصور هو يطفى ليا التليفون كيف قلت لكم كنتمنى يعجبكم الفلوق ديال اليوم كنتمنى نكون فتكم كنتمنى يعجبكم هاد الشيء هاد البيفه اللي قديت كما كتشوفوا حاجه بسيطه غير كتحاولي تلعبي غير بالالوان كتطلع حاجه زوينه وما تنساوش تقولوا لي كيف جاكم الكادو وداك الشيء وهذا الشيء اللي كاين ها نتوما كتشوفوا صراحه لا طخت غزاله غزاله غير هي كيما كتشوفوا الترخات حيت هنايا ما عنديش لاكريم لاكريم عندي الهيهات ما عندي لاكريم فيها الصداع وكنت على حداها هاد الشميعات صغيورين هما اللي زادو سخنوا شويه وهذا داكشي علاش دابا غادي نحيدها ونديرها في الثلاجه فهادشي اللي كاين كيف غنقول لكم الله يدخل عليا هاد الايامات بالصحه والسلامه وبالرزق ان شاء الله وباش ما كنتمناو حتى نتوما الله يعطيكم كل ما كتمناو في قلبكم شكرا بزاف على التعليق ديالكم شكرا البنات اللي كدعموني وشكرا البنات اللي كتخليو لي دي كومونتير هكا اقسم بالله كنقرا داك لي كومونتير ديالكم وانا فرحانه 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 وعارفه اللي في قلبكم اعلى لسانكم وكيوصلني داك الشيء كيف كنقولوا من القلب للقلب وهادشي اللي كاين وان شاء الله دخل علينا هاد الايام بالصحه والسلامه وكيف قلت لكم وباش ما كيتمنى اي واحد اي واحد اي واحد وهادشي اللي كاين فتهلاو ليا فراسكم وبسلام عليكم ما تنساوش تخليو ليا التعليق ديالكم في لي كومونتير سلامات الله فراسكم